عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير ان شاء الله. نتمنى هذا الشهر المبارك ان شاء الله ديال شعبان يدخل علينا بالصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله، باش ما تمنيتو. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا ربي يا سيدي ربي. يعني ان شاء الله كيف مشيتوا معايا مقتطفات من الفيديو في الاول، هنا غنديروا الرفيسه ديال الحرشه او المدهوسه، كل واحد شنو كيسميها. هنا ان شاء الله غادي ناخد واحد ثلاثه ديال الفخايدات صغيورين هادو، وغادي نضيف عليهم ثلاثه ديال البصلات حتى هما صغارين، وغنضيف عليهم ملعقه صغيره من الملحه، معلقه صغيره من الابزار، معلقه صغيره من سكنجبير، ومعلقه صغيره من الخرقوم عرق، ومعلقه صغيره من السمن. وهنايا كيف ما شفتوا معايا درت واحد الكركوبه ديال التوبه اللي من بعد ما نقيتها وغسلتها حتى هي ضفتها ليهم، وضفت ليهم زيت الزيتون. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا درت فيها العدس والفول وشويه ديال الحلبه. وهنايا غنضيف عليهم واحد الربطه ديال المعدنوس، وصافي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحطها فوق البوطه، غادي نقص عليها على نار مهيله ونخليها حتى تتقلى غير شويه، ها 5 دقائق صافي، يعني بحال ما كتقلاش غير 5 دقائق بنحركوها ما والو. صافي نضيف عليها جوج كيسان حتى لثلاثة يعني ديال الغرارف ديال الماء، وصافي. وغادي نسد عليها ونخليها حتى تطيب ان شاء الله على خطره. من بعد ما غطيب غنرجع معكم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا خدت 300 غرام من الدق من عفوا من السميده الغليظه ولا متوسطه اللي متوفر عندكم. هنا كيف ما كتشوفوا كنضيف عليهم شويه ديال الملحه، وكنضيف عليهم تقريبا واحد ثلاثه المعالق ديال الزيت العاديه، ومعلقه صغيره ديال الزبده. هنا حيت عندي كميه غير صغيره يعني غير 300 غرام، الا كان عندكم نص كيلو راه نتوما من حدكم غاديين وكتضاعفوا في المقادير. هنا 300 هي راه كتخرج يعني الله يجعل البركه، سقيت بواحد القصريه هي اللي هي صغيره وكفاتنا الحمد لله. الغداء جات بنينه عرفتوا، جات رائعه، جات غزاله ديال بصح الليله لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. انا في الاول ما كنتش كتعجبني هاد الرفيسه هادي، يعني ما كنتش كنحملها كاع. اول مره فاش دقتها ما عجبتنيش، ولكن من بعد ولفتها وجربتها مره ثانيه مره ثالثه وليت كنحماق عليها. هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنبقاو نبسبسوا ديك الزبده والزيت والملحه، وكنبقاو نضيفوا الماء تدريجيا حتى كتولي السميده كتجمع تتولي سارده، يعني راه كنعرفوا السميده راه كتنشف. هنا كنبقاو نزيدوا كندلكوها، يعني كنشوف راه كندخلها في بعضياتها بحال تعجنوها نيت يعني صافي. وهنا من بعد غادي نخليها، ما غاديش نخليها ترتاح، هنا غير جمعتها والفران اللي دايره يسخن على درجه 200 غراد، يعني غادي غير نسالي هنا كيف ما شفتوا ما تسنيتش عليها، غير عجنتها بايديا جمعتها ومشى على الفران راه سخون، غادي غير نجبدها نحطها ديريكت في اللاطا كيف ما كتشوفوا معايا اللي غادي ندخل الفران. ويمكن لكم ديروها حتى في مقله فوق البوطه، هنا خاصكم ديروها رقيقه ما ديروهاش غليظه، ديروها رقيقه بزاف يعني كي كتشوفوا غير تقريبا شي سنتيم بحال هكاك وشي حاجه صافي، وتخشيوها في الفران تخليوها حتى كتحمر مزيان وكطيب. هنا ملي كتجبدوها كله كيفاش كيقطعها، حنا فاش كانت خالتي الله يرحمها كانت كدير واحد الزيف ولا فوطه ديال الكوزينه وكتبقى تهرسها بشويه بشويه بحجره ولا بمهراز، يعني كتكون عندها واحد الكميه اللي هي كثيره. انا هنا غير 300 غرام كيف جبدتها قطعتها فرتتها ورجعت خشيت المقله انها تحمر وتقرمل كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكا، عرفتوا كتحمر كتجي غير هكا بنينه مقرمشه وزوينه. هنا شفتوا لاصوص راني حليت عليه، يعني الدغميره لاصوص، المهم جا مدغمر جا ثقيل، كنقولوا الدغميره يعني واحد الحاجه اللي هي ثقيله عاقده. هنا كشوا معايا البلول جا عاقد جا زوين بزاف، كيطيب هاد لاصوص بهالطريقه الزوينه. نسيت ما ذكرتش لكم بانني ضفت معلقه ديال المساخن حتى هي ضفتها تما، وضفت المعدنوس عرفتوا جات زوينه، جات زوينه بزاف لذيذه ما تصوروش كيفاش جات هاد الرفيسه اليوم صراحه، جات غزاله. كنعرفوا بعض المرات كتجي شي حاجه كتجي واخا كتحلقي عليها كتجي يعني باسله، هادي جات روعه راه كيبان لكم غير من الروه ديالها، جات زوينه بزاف. صافي هنايا ملي كنحطوها في القصريه ضروري كنبقاو نسقيو كنديو فيها وكنجيبو، ماشي بحال الرفيسه الاخرى. هنايا ضروري كتبقاي تكبي الروه وكتبقاي بحال هكا حتى كتشرب بزير، يعني بحال كتسقى راه كتبان لكم يعني تسقات
شاربه البلول وكفيها البلول. عملي كتساليها كتقاديها بحال هكا، كي عندكم قصريه كبيره كي عندكم قصريه صغيره، يعني كي درتو كميه كبيره كي صغيره، حتى حاجه ما تغلبكم الكوزينه، غير دخلوا توكلوا على الله وكل شيء تخرجوا زوين. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنسقيوها بثلاث الفخيدات، راه غير صغيور هادو، تشهيتها ساعه ولادي نصحابهم ما غاديينش ياكلوها، ولكن والله تكالوها معايا، يصحاب لي غير انا ورضوان هاكم محمد امين، حتى هما كتعجبهم وكالوها مع شحال هادي ما درتيها. الصراحه مني كانت عندي مرت لوسي في الصيف هي كطيبها، حتى هي صراحه معطيه ليها هي وخالتي كيطيبوها بزاف، ولكن هذه اليوم جات حسين من ديال مرت لوسي، ما نقولش خالتي، حيت خالتي ماتت الله يرحمها مسكينه وكانت كتصرعها. المهم نقول مرت لوسي باقي حيه، راه غتسمع الاوديو. هي معطيه لها ديما كدير لنا 2 كيلو، يلاه كتقدنا. هنا راك شفتوا معايا سقيتها جات زوينه بزاف، جات زوينه مينا، ياكي مينا حدايا كنسجل في الفيديو دابا، قالت لي ماما جات بونه. هنا راه حطيتها في الطابله، حطيتها ليهم باش يجيو ياكلوها، عجباتهم بزاف بزاف، كالوها الله ينفعهم بها، اللهم اديمها علينا نعمه يا ربي، واحفظها من الزوال، والله يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم ويصلحهم، يصلحهم الله سبحانه وتعالى، تشوفوهم كيف ما بغيتو. هنايا كيف ما كتشوفوا جات عندي ايمان ومينا، هنا راه باقا انا كنتغدى بركانيت في بلاصتي، وهما كندوشت ليهم قبل ما نكمل الغدا. لا هي ربي حتى كملت الغدا، غير طيبت الغدا وساليتو مشيت جمعت الدنيا، دوشت ليهم نشفت ليهم شعرهم، وهنا هما غاديين صيفطتهم، غادي تديهم معاهم الطليانيه باش يتفرجوا في واحد المحيط. هانتوما خرجتها انا ورضوان الراس في الراس، الله يسلمك يسلموا عليكم. وانا غنخليكم مع الجيش. جاتك الخرجه رضوان بلا الدريه تقول قول ها عجبتك؟ اه لا بلا ما تهضر باش ما يسمعوا الصوت ديالك. قول قول عجبتك بايمان ومينا؟ ها اه هو عزل عليه ناقص، عز عليه بناتو يخرجوا معاه، مشاو مع الطليانيه لهذا السينما، دايره معاهم يشوفوا واحد المخيات خارجين جداد، ايوا داتهم. حنا خرجنا حتى حنا شويه اليوم، ضربنا لكم واحد قصريه ديال مولاتي رفيسه. آه والله الا واحد رفيسه زوينه. صافي غسلت المواعن ساليت وخرجت انا خدت هاد كلاص بارد كيعجبني هذا بحال الجيلاتو، ما عنديش فيه السكر، هذا السكر ديال رضوان، هذا السكر ديال رضوان، عز عليه السكر، عز عليه الحلاوة، هاكا صايب لك نتايا، الله يلا، إيوا هادشي اللي كاين، الله يلا خرجة صراحة زوينة، ولكن ولفنا وليداتنا معاها، كلشي خارج الدنيا زوينة. تاجي برا مرة تخرجي شوية، لكن ولافنا إيمان ومينا سدوا على بركة زقت. غير صيفطتهم صافي، خرجت مشينا توضينا وصلينا وخرجنا ضربنا واحد الدورة، تقديت شي حاجة من هذاك بيبكو، تقديت منه شي حاجة تنشاركها معكم إن شاء الله في شي فيديو. وهنا كيف ما كتشوفوا حوجنا واحد شوية وغادي نرجعوا للدار إن شاء الله بإذن الله، وأنا مازال معاكم. كتشوفوا معاك تشينيزي؟ آه هما كيشوفوا عاد تشينيزي وجابونيزي. كيشوفوه كيعجبهم، وأنا بصراحة ما كيعجبنيش وعمرني ما ذقته. المهم أنا ما خاصني نقول لهم كيعجبك ولا ما ذقتيش، وحتى من تشوفه ما كيعجبنيش. حيت فيه الخضرة؟ لا ماشي على حيت فيه الخضرة، حيت ما كيعجبنيش صاكي بان ليا. المهم ولكن دابا غندوقو غندوقو نشوفو كيفاش غيجيني. لا انا الباستا كناكلها، غير هذا ما كنشوفهم كيخشيو في الماء ويجبدوه. المهم احنا غنجربوه ونشوفو كيدير. جابوا ليهم هاد ربعه نوع واحد كلهم ديال الخضره. نعم اجي انت انا مسالياش. فيهم طن، فيهم الحوت، نديرو فيهم والو حنا صافي، وفيهم انا حله معاكم، هذا الحله معاكم كل وحده فيها 70 غرام. يلا هذا راه تاجا محمد امين قال لي ماما دار تشيكن ماشي حوت، انا كيبان لي طريفات بحال هكا كيسحاب لي حوت، كان هو دجاج تشيكن نيفل. ها زدتها الفوق.
هنا راه رجعنا للدار وايمان ومينا قالك ماما ما عمرنا ما جربنا اندومي، راه بغينا نجربوه. جابوا ليهم نيت فاش تقدم من عند الجزار، راه كيتباع عند الجزار هذا، وجاب ليهم 4 الباكيات وقلت لهم نجربوه. انا صراحة ما عمرني ما جربته اول مرة. مهم دقته زوين زوين، ولكن خاصو يدار مع لاصوص. انا درتو لي مغير بحال هكا حيت يعني صافي بقينا شبعانين صراحة صراحة مع الرفيسة، بقينا شبعانين الحمد لله والشكر لله. والله صافي هنايا عمرنا غير واحد الكاس اتاي من رجعنا بالنعناع صافي وجمعنا بيه. المهم هنايا درت غير الماء، غير كاس ديال الماء ديال العنبة، وفي الوحدة كون كاس ديال الماء مع باكية ديال الاندومي ديال 70 غرام. صافي هنا درتهم، ومن بعد حليت كتلقاي واحد الساشيه تما كتكبيها، كاين الحار ما درتش لهم الحار، درت لهم غير هذيك العطريه صافي وحطيتها لهم كالوها. صراحه انا ما عجبتنيش. المهم هما الدراري راكم عارفين اي حاجه راه كتعجبهم اي حاجه يعني كيشوفوها في التيك توك ولا شي حاجه راه كيبغيو يجربوها. كنظن غتجي بلاصوص حسن ان شاء الله، حتى باقي 2 باكيات غنجربهم بلاصوص ونشوفهم كيفاش كيجيو، اما احسن واش هكا ولا بلاصوص. وهنا ساليت وغسلت الميعنات، الميعن اللي ما كيساليوش من الكوزينه نهائيا واخا تبقاي مقابله نهار كامل. المهم ساليتهم، وهنايا كنا شربنا اتاي في الكوزينه، بقى واحد الكويس غادي ندخل ان شاء الله ناكلو نشربو مع الزريعه وشويه ديال القليه. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، كنتمنى يعجبكم، ما تنساوناش من اللايكات. شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، والله يخليكم عليا. وشكرا للناس اللي كتكمل الفيديو ديالي حتى لهنا، فبارك